القاعدة الجماهيرية الآن ما زالت تودع كمال كليجدار أغلو الذي سينتقل إلى مكان عمليات لوجستي لمتابعة سير العملية الانتخابية من قبل لجان حزب الشعب الجمهوري. إذن تشاهدون أنتم الصور نشاهد التي الآن لديكم، وهذا يعني هناك ازدحام كبير في الحقيقة، وأنا أقف بين حشود جماهيرية كلها جاءت إلى هذا المركز الانتخابي. طبعا الأحزاب السياسية الانتخابية صح التعبير كاثرين تحشد قواعدها الانتخابية في أماكن تواجد أو تصويت مرشحي الانتخابات الرئاسية. كذلك ربما بعد قليل يعني سنان أوغان يجيب صوته، الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول. كل هذه الملامح تأتي في إطار سير العملية الانتخابية التي تعيشها تركيا. أبو طالب، هل يمكنك الإضاءة لنا على الفرق بين رؤيتي أردوغان وكليشدار أوغلو حول مستقبل تركيا ولو باختصار شديد؟ نعم، هناك فرق كبير في كلا الرؤيتين. الرئيس رجب طيب أردوغان يتبنى نظام الحكم الرئاسي، المعارضة تريد العودة بالبلاد إلى نظام الحكم البرلماني. الحكومة والرئيس أردوغان يقول بأن نظام الحكم البرلماني هو سبب فشل الحكم في تركيا في إدارة سياسة المحاصصة، وبالتالي أثبت فشله خلال السنوات القليلة الماضية. كمال كليجدار أغلو والمعارضة يريدون العودة بالنظام إلى البرلماني، لأن النظام الرئاسي كما يقولون كرس نظام حكم الفرد الواحد. وكذلك يتحدث كلا الطرفان عن أنهما قادران على الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا، لكن الحكومة تقول إن لديها سجل حافل بالإنجازات، وتقول بأن المعارضة وكمال كليجدار أوغلو فشل خلال السنوات الماضية من تقديم أي رؤية حقيقية أو إقناع الناخب التركي بربما برامج انتخابية. هذه الانتخابات مغايرة، لأن كمال كليجدار أوغلو الآن يعني تحت سقف عدد من التحالفات والكتل السياسية. نتحدث عن الطاولة السداسية، المعارضة كلها دخلت تقريبا بصف واحد خلف كمال كليجدار أوغلو، على الرغم من وجود سنان أوغان، على الرغم من وجود محرم إنجا، لكن الطرف الأقوى هو كمال كليجدار أوغلو.